دلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، كمان أيضا المباريات اللي هتتلعب في جولة الذهاب من الدور 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فيبدأ التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر الحر في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوباً حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كيلومتر، واللي انتهى من تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، وده في إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق اللي بتعاني من كثافات مرورية. النهاردة هيقدم المركز القومي للترجمة خصم بنسبة 40% على جميع الإصدارات بمناسبة يوم الشهيد اللي بيوافق الاحتفال بيه 9 مارس من كل عام. النهاردة هينافس 32 فيلم بمهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير بدورته السادسة، وهتستمر الفعاليات لحد يوم 18 من الشهر نفسه. النهاردة والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار لقاء الذهاب من الدور 16 من الدوري الأوروبي، من أهمها مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ريال بيتس الإسباني الساعة 10 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي يوفنتوس الإيطالي مع فرايبورغ الألماني، ويلتقي أرسنال الإنجليزي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.